يقول السائل: إذا كبرت مع الإمام لصلاة المغرب ثم تذكرت أني لم أصلي الفجر بعد، فهل أقطع صلاة المغرب وأصلي الفجر أم ماذا أصنع؟ أي نعم، إذا تذكرت قبل السلام بطلت صلاتك هذه وتخرج منها، فإن شئت أن تنويها للفجر وتكبر من جديد بنية الفجر لا بأس. نعم، لكن تستمر عليها؟ لا، ما تستمر فيها. نعم.